واش في اخبارك؟ الفريق الكروي نهضة بركان المغربي يفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد فوزه على أورلاندو بيراتيس الجنوب الإفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد نهاية المباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل في نيجيريا، وكي تعتبر هذا الفوز المستحق للمرة الثانية في تاريخ الفريق، وبالتالي كيصبح هذا اللقب الثالث على التوالي للأندية المغربية في الكونفدرالية، حيث فاز به نهضة بركان في سنة 2020 والرجاء سنة 2021 ليعود فريق الليمون نهضة بركان لينتزعه هذه السنة. هذا اللقاء الكروي والنهائي حضره للدعم وتشجيع الفريق المغربي رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم السيد فوزي القجع والسيد سعيد الناصري رئيس العصبة الاحترافية والوداد البيضاوي. فهنيئا لفريق نهضة بركان بهذا الإنجاز، وهنيئا للكرة المغربية، وهذه البداية ومازال مازال. مصدر ديالنا ناسي هو اللي كيقول هادشي.